ولاننا بنفتخر دايما بابطالنا، معانا النهارده نجمه من نجمات الاهلي في الطايره، حققت العديد من البطولات وبتواصل مسيرتها مع الفريق اللي تعهدوا دايما على تحقيق الانتصارات المحليه والقاريه. خلينا نرحب بكابتن ندى وليد لاعبه طائره الاهلي. يا صباح الخير عليك. صباح النور. منورانا يا ندى، اهلا بيك. جايه مفرهده انت من مشوار طويل، بس ان شاء الله تستريحي معانا. منوره الدنيا، اهلا بيك. صباح الخير. طيب احنا عايزين نبتدي بقى معاكي المشوار من اوله. حلو. وطبعا واضح من صغر سنك ان المشوار ما كانش طويل قوي، بس ما شاء الله مليان بالنجاحات، واللي انا اعرفه كمان ان الفريق بتاعك متصدر الدوري، مش كده برضو؟ طبعا. المشوار اول خطوه فيه كانت ايه؟ هي اول خطوه طبعا بابا بيلعب فولي، فطبعا وهو بيلعب انا كنت بروح اتفرج عليه، كان عندي تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين، ابتديت بقى امشي بقى، فروحت معاه وعجبني قوي الفولي وكان لسه لعيب، فهو اول ما بطل خالص انا كان عندي ساعتها 5-6 سنين، قلت له انا عايزه اتمرن، وهو ابتدى التدريب على طول في 6 وانا عندي 6 سنين يعني. خدني معاه، هو كان بيلعب في نادي الطيران، ووداني بقى للمدربين هناك وهو مرنوني، انا قعدت بس سنه واحده في الطيران، بعد كده بقى الاهلي شافني وانا صغيره، اللي هو قالوا لي قصيره قوي وبتتحرك. بس هقول لك برده فعلا من يونايه في روحك. أيوة. وده مش متوقع في لعيبه الكوره، عشان انا ليبروف قصيره قوي، فهو قال لي قصيره قوي بتجري بتتحرك، احنا عايزينها في الاهلي. بس فرحت بقى الاهلي وابتدينا بقى. دايما المصارين بيبقوا بلاي ميكرز شاطرين على فكره في رياضات مختلفه زي الباسكت. اه بلاي ميكرز عندها الليبرو. بس أوكي. فبعدين ابتديت بقى مع الاهلي من 10 سنين، تحت 10 سنين. الحمد لله يعني السنين دي كلها لو سنه الناشئين قبل اللي هو السته في الملعب، احنا كلها خدنا البطولات. بعدين بقى تصعدت ل 14 سنه وانا عندي 12 سنه، ابتديت من هنا بقى اللي هو اتصعد واحسن في الفولي، واحنا صغيرين كلنا بيبقى شبه بعض شويه، لما بقى بنكبر كل واحد بيركز ومركزه وبيبان وكده. بس من وانا بقى عندي 14 سنه ابتديت بقى منتخبات، على انا بقى مش متعوده على الفرهده دي وتعب وعياط كل يوم، انا تعبت وكده، ما كنتش باخد اجازات خالص، هي معسكرات وسفريات بس. بعدين بقى جه وانا عندي بالظبط 17 سنه كابتن حمدي شافني في الناشئين وقال لي ان هو يعني عايزني في الدرجه الاولى، فانا دي ثالث سنه ليا بس في الدرجه الاولى، بس لعبت بطولات كتير معاهم والحمد لله كسبنا كل البطولات، حتى احنا لسه امبارح خدنا الدوري يعني. هو اصلا قبل ما نخلص يعني هنصدر الدوري بعد ماتش امبارح يعني. احنا الحمد لله يعني خلاص. طب حلو جدا. طب والفتره برضو بتاعت التوقف دي ازاي قدرتوا ان انت العوده تكون قويه كده؟ بصي هضحك عليكي لو قلنا احنا اتمرنا في البيت، هو ما حدش عمل حاجه يعني. صراحه كويس. صراحه يعني احنا حاولنا ان احنا بس ما حدش يتخن يزيد وزن والحاجات اللي هي بسيطه دي، بس رجعنا طبعا كابتن رانيا مدربه الاحمال اللي هي الحمد لله ظبطتنا جامد يعني، فعارفين نقف على رجلينا الحمد لله يعني. جميل زي الفل. طيب يعني الفتره الجايه ان شاء الله هل في بطوله ما انتوا كفريق حاطين عينيكوا عليها وبتستعدوا لها بشكل مكثف؟ احنا لسه ما حدش يعني ما قرروش لسه بطوله افريقيا اللي لعبها بتاعه السنه دي، اللي هي اصلا كانت المفروض تبقى في شهر 3، مش عارفين احنا نلعبها اتاجلت برضو عشان كورونا بطبيعه الحال. فبيقولوا احتمال نلعبها في شهر 11، فهي لو هنلعبها في شهر 11 طبعا من شهر 10 احنا معسكرات وسفر وحاجات كده، بس احنا لسه مش شهور يعني. بس هو لو مش هنلعبها هنبتدي بقى السيزون الجديد باول بطوله ليه، بطوله العربيه في شهر 1. بس بتطلعي على الرياضة دي في العالم كله، بتشوفي اللعب الاختلاف، بتتعلمي حاجة مثلا مختلفة، يعني خليني أعرف منك أنت إزاي بتنمي بشخصك المهارات بتاعتك غير التدريب في النادي. إحنا قبل طبعا ما بتفرج على الكاس العالم برا، إحنا طلعنا إحنا كاس عالم مرة، أنا طلعت مرة اتفرجنا، طبعا هو البولي برا حاجة ثانية خالص، بس احنا مش بعاد للدرجه يعني. احنا ممكن يعني لو بس اتمرنا اكتر. الصور دي كانت من نفس البطوله ولا دي حاجه ثانيه؟ لا ده ناشئات. اوكي. يعني دي خدنا الجمهوريه السنه اللي فاتت. حلو. بس لا يعني بره في سيستم عندنا شويه، واللعيبه بالذات يعني اكتر من المدربين، اللعيبه عارفه إيه اكلها ايه، شربها ايه، نومها ايه، يعني في التزام، في التزام اكتر مننا بكتير. ده اكتر حاجه الالتزام، لكن البولي موجود. النقطه دي ما شجعتكيش ان انت تفكري في الاحتراف؟ ما انا هقول لحضرتك بصراحه الاحتراف كاليبرو صعب يعني، علشان احنا مركز موجود كتير قوي بره، وبيبقى مركز سهل ان تلاقي حد كويس يعني بالذات بره مش هنا يعني، بس دايما اللي بيحترفوا لها ضريبه كده، كان احتراف حتى بالنسبه لنا كضريبه الموضوع صعب. هو عموما ثقافه الاحتراف موجوده الى اي درجه في عالم كره الطايره؟ احنا عارفين طبعا في كره القدم طبعا مش محتاجين نتكلم، لكن أكيد يعني. في الفولي بول اخبار الاحتراف ايه؟ الاحتراف موجود في الولاد اكتر عن البنات، لان الولاد هم اللي اقرب للفرق اللي بره يعني، ممكن حد يحترف عادي، لكن احنا بعيد شويه عن الاحتراف يعني. ليه؟ ما عايز اعرف. الـ الـ
يعني الفولي بره اصلا اسريه مثلا ممكن اهالي لا بعض البنات خالص خالص هم يعني لما بيجي يبصوا بره الاحتراف للعيبه مش بيبصوا في افريقيا لان احنا اضعف ممكن يبصوا بقى لكينيا والكاميرون هم اقوى مننا يعني اضعف بدنيا هل ده راجع لتدريب مثلا لا هو تدريب وكمان احنا تكوينهم هم بتهيالي الطبيعي طبعا يعني. بس التدريب بيفرق في التكوين طبعا احنا يمكن اتكلمنا في النقطه دي قبل كده يعني لما بيبقى فيه تنافس مع فرق بالذات افريقيه لان هم ممكن يكونوا افضل الى حد ما بدنيا ولكن بالتدريب اعتقد الموضوع ممكن يختلف فانا عايزه افهم يعني برضو اعتقد لا يعني في اسيويات كمان يعني معروف عن الناس من اسيا ان هم برضو تكوينهم الجثماني ربما اضعف كمان مننا ولكن في كتير ابطال من اسيا في مجالات رياضات مختلفه فاعتقد الموضوع ممكن نلاقي له حل يعني ممكن لو احنا يعني مثلا احنا كمنتخبات او منتخبات بالذات يعني عشان هم بيبانوا في المنتخبات احنا مثلا قبل كاس العالم كل البلاد بيتمرنوا قبلها بسنه بالظبط احنا شهرين يعني كمان عشان الدراسه في حاجات ممكن تحصل تخلينا ممكن تتظبط كمان ما هو ده في دراستنا كمان احنا مثلا كاس العالم اللي فات احنا عسكرنا قبل البطوله باسبوعين يعتبر لان في ناس خدت ثانويه عامه طبعا دي برده نقطه صعبه فعلا كنا شايفين مره برده ده يعني لكن بره طبعا التعليم بعيد عن الفولي شويه طب انت لما سافرتي في بطوله العالم اللي كنا بنتكلم عنها من شويه الى جانب الاحترافيه والدقه اللي انت لاحظتيهم هناك هل في مثلا موقف معين ما يتنسيش سواء في البطولة دي أو في بطولة تانية كانت برا مصر ذكرى حدث معين وقع ما تتنسيش هو هي البطولة كلها كانت ذكرياتها يعني حلوة قوي إن إحنا كنا نعتبر من أضعف الفرق هناك بس كل ماتش كانوا بيعملوا لنا فيه حساب لأن إحنا كنا بندي يعني إحنا على قد ما إحنا ما بتمرناش كتير أو الفرقة ما وقفتش مع بعض بسبب الامتحانات والدراسة وكده بس الفرقة كانت عاملة لنا حساب فدي كانت حاجة بالنسبة لنا كبيرة برضو يعني على قد ان احنا كنا بعيد شوية بس كانت عاملة لنا حساب يعملنا سكاوتنج يتفرجوا علينا في الماتشات يركزوا ما ينزلوش الاحتياطي لا الاساسي بس أوكي. كلام جميل جدا جدا طيب احنا مش عايزين نطول عليكي انت نورتينا بس خلينا ناخد منك كده رسالة اخيرة لجمهور الاهلي دايما بنحب ابطالنا لان انت عارفة جمهور الاهلي دايما بيكون يعني في ظهر كل الابطال بتوعه فرساله كده فيها عن المستقبل بتاع الكره الطايره وانت بتوعديهم بايه هو انا احب طبعا الاول اشكرهم لان هم دايما واقفين في ظهرنا ودايما معانا في كل ماتشات ولما بيكونوش موجودين احنا بنلعب اصلا اوحش من الاول فاحنا بنشكرهم كلنا بجد على ان هم دايما معانا وان شاء الله بنوعدهم ان احنا ناخد بطولات اكتر وان احنا دايما نرفع راسهم ان شاء الله واحنا بدورنا بنشكرك انت بقى على وجودك معانا النهارده نورتينا وشرفتينا ويا رب ان شاء الله كل الحظ السعيد في المستقبل ان شاء الله ميرسي قوي تمام الفقره دي خلصت هنروح بقى للفقره الاخيره وهي فقره السوشيال ميديا زي ما قلنا لحضراتكم الاجابات بالفعل احنا ابتدينا دلوقتي يعني نحصرها لو حد لسه عايز يبعت فيه فرصه ايه او مين اكتر شخص في العيله كسول وابعته اسمه بعد الفاصل